عقد ما بحبكن غنيت، وعقد ما دعمتوني غنيت. غنيت للحب، للفرح، للسلام، للفن وللوطن وللأمل. غنيت ليلي بحبني وليلي ما بحبني. غنيت لأكسر جدار صمتي القديم اللي سبق وحملته صوتي، حبي، أحلامي وطموحاتي. غنيت لكون معكم على عدد الدقائق والثواني طول اليوم. بعد 3 سنين من التعب والتخطيط والصبر، بهدي عمل الغناء الثاني طول اليوم عربون حبي وشكري لكم. لكل جمهوري، لكل الأوفياء، لكل مين ساهم بنجاحي، لأهلي وليلي راحوا كنت بتمنى يسمعوا. من قلبي غنيت وللسلام صوت أعطيت. نصيف زيتون. مساء الخير ببداية الأسبوع وبحلقة جديدة وبموسم جديد من برنامج بخصوص هالشي مباشرة على الهواء وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان وبكافة أنحاء العالم. مساء الخير رودولف. مساء الخير رجا. مساء الخير نضال. مساء الخير لكل اللي بلشوا بالأثناء تابعونا عبر الأثير الأولى صوت الغد، طبعا عبر الموجتين 96.7 و 97.1 ميجاهرتز FM. اليوم بحلقتنا كل الأخبار، كل القضايا وكل العناوين، وطبعا الانفجار الفني اللي رح ينطلق قريبا عبر الإذاعات وعبر المحطات موجود معنا باستديوهاتنا. طبعا مثل ما بلشتوا من اليوم تسمعوا جديد نجم السوري العربي اللي كلكم بتحبوه واللي كلكم تنطروا أعماله، ومثل ما عرفتوا انه تباعا رح يبلشوا يصدروا الأغاني وحدة تلو الأخرى. من أصغر الفنانين الموجودين على الساحة الفنية الغنائية اللبنانية السورية العربية، ومع كل غنية في هيت، كبار النجوم عم بيغنوا أغانية على المسارح. هو اليوم من أكثر الفنانين اللي عم يحيي حفلات بلبنان وخارج لبنان. هو اللي كلكم بتحبوه، كلكم تنطروا أعماله الجديدة، لأنه تعودتوا علينا وتعودتوا عليه رح يطل اليوم معنا حتى نطلق ألبومه الجديد طول اليوم. نصيف زيتون، مساء الخير واهلا وسهلا فيك عبر صوت الغد. مساء الخير رجاء. مساء الخير رودولف. اهلا وسهلا لكل اللي عم يسمعونا. اهلا وسهلا فيك. اول شيء نقول لك الف مبروك على طول اليوم. الله يبارك فيك. خليك البوم جديد لنصيف زيتون، كل الناس ناطرته، كل الناس ناطره الاغاني، كل الناس ناطره تشوف نصيف شو محضر لعام 2016. طول اليوم. طول اليوم. هو عنوان الالبوم طول اليوم. عنوان الالبوم طول اليوم. بس قد ايه اخذ وقت وطول وقت اذا بدنا لحتى اليوم نحن لحصلنا لنتيجه هيدا الالبوم؟ قد ايه التحضيرات كانت؟ تقريبا 3 سنين. ثلاث سنين عم نشتغل يطلع طول اليوم. هلا بصراحه نصيف 3 سنين، وقت ما نقول 3 سنين يعني سهر، يعني تعب، يعني شغل، يعني اجتماعات، يعني قد ايه هيدا الوقت بياخد؟ بنفس الوقت بهول 3 سنين انت بتكون عم تمرق اغاني. ما بتكون غايب ابدا. مرقت اغاني ايه، بس 3 سنين ما بدي كبرها انه تعب. ايه 3 سنين عم نفكر بالاغاني اللي بكره بيسمعوا العالم. بتعرف انه الاغاني مش طالعين بين يوم وليله. الاغاني في عندي، انا بتشكر كل الملحنين والكتاب والموزعين، طولوا بالهم علي كتير. هلا الموزعين جداد وزعنا عن جديد لانه نفذنا، بس لنقيتهم اخذت القصه 3 سنين. يمكن انا سئيل بهالقصه، بس ان شاء الله بتعطي ثمار جيده معي لانه منقين على الطبلية مثل ما بيقولوا. فينا نخبر الناس انه نصيف بيتدخل بالشردة والوردة، وبيتدخل بالتوزيع، وبيتدخل بالكلمة، وبيتدخل بإعداد الغنية، وبيتدخل هالقد انت انا بتدخل بالشق تبع الاوديو الفني. ايه لانه هذا الشوي اللي ما بدي اقول انا بفهم فيه، بس هذا الشق اللي بيعنيني صراحة، اللي من المفروض يكون افهم فيه صراحة. بتتدخل هالقد يعني بتقول له بدي مثلا هون لازم يكون في كمانجا زيادة، لازم يكون لا مش لا هي قصة مش بدي اعلم الموزع، مع احترامي لكل الشباب اللي اشتغلوا معي، ولا هي بس انه
بحب أعطي رأيي، مش إنه غير منحى التوزيع، بس إنه إلي رأي ورأي منيح يعني. أكيد عم يكون الرأي منيح، وخاصة من بعد ما سمعنا الأعمال الأبل نصيف زيتون. يعني أنا عم أعرف عنك، قلت مع كل غنية في هيت بيكون موجود. الحمد لله. الكلام قد إيه مهم اليوم؟ لأنه أنا بعرف أوقات بيركبوا اللحن على الكلام. نصيف زيتون من أي نوع؟ بيختار الكلام أول شيء، بيرجع اللحن أو غير؟ لا لا، بحالة هيدا الألبوم إجوا الغنية كاملة إجتني أنا تقريبا. لا يعني لحن وكلام مع بعض، وطبعا شوي غيرنا ببعض مطارح للكلمة تصير، أنا برأيي الشخصي تصير أحسن وأفضل. بس الأسماء اللي مشتغل معها رح نذكرهم طبعا اليوم، ما بدها كتير نقعد رح نذكرهم كلهم أكيد، إن كان من الملحنين أو من الكتاب أو من الموزعين، وخاصة أنك ذكرت موزعين جداد. أدي اليوم مهم أنك تستعمل أو تشتغل مع موزعين جداد، مش موزعين معروفين وعاملين أعمال سابقة معروفين ومعروفين. مشتغل مع عالم أساتذة، نعم، سبقونا أساتذة، إن كان بالتوزيع ولا باللحن ولا بالكلمة. بس بحب كمان الشباب اللي من جيلي يعني. أنا بما أني أنا طالع كمان أعتبر قدام القديمين جديد، قدام اللي عندهم تاريخ 20 و30 سنة، فنحن نعتبر جداد. فأنا مع أنه أنا كمان أكون عم بشتغل مع مواهب جديدة مثلها يعني، وننطلق سوا. يعني كتير مهم نصيف اليوم الشباب الجداد كمان يبينوا. أنت بهاي الطريقة وكأنك عم تقول أنه الروح الفنية أو الروح الغنائية كمان لازم يكون في روح جديدة على الساحة الفنية الغنائية. ببين العمر الشغل هيك جون يعني. صغير. منه انه عمر كبير، مع انه بنشوف، اذا بنشوف بالالبوم الجديد نحن سمعناه، وبدي اقول لك اول شيء انه الالبوم بياخذ العقل وفيه هيتات قد ما بدك. الالبوم متعامل كمان مع اسامي كتير أكيد. كبيره، قلت لك يعني ما لنا غنى عن الاسامي الكبار في عالم سبقونا، كله لهم كل الاحترام وكل التقدير، ولا غنى عن فنهم وعن خبرتهم بالمجال اللي انا فيه. بس انه انا كمان من الاشخاص اللي بحب اشتغل مع شباب من قدي يعني، نفس الفكر نفس الروح نفس العمر نفس الشكل تقريبا. نصيف يعني في اصلا بألبوماتك اللي سبقت بنشوف في اسماء كمان جديد، اسماء جديده هلا صاروا اساتذه يعني 100%. بوجه لهم تحيه كلهم. فينا نذكر من الاسماء اللي فضل سليمان. أوكي. الصديق الكبير في نجاحات انت فضل الكاتب سليمان العظيم انا بحبه كتير، فادي مرجان، حسان عيسى، انس كريم، طبعا تحيه لمؤيد الاطرش. البوم يا صمت كان طلع كله من عندهم، من استوديو بابلي تولز. صاروا معلمين هلا. نعم. صار عندهم خبرة كبيرة، وصار عندهم تعامل مع عدد كبير من النجوم. نعم. كمان على الساحة. نعم. اشتغلت مع بلال زين. نعم. استاذ بلال زين من اهم اذا بدك الملحنين والموزعين بلبنان. بتحب تعرف شو قال عنك بلال زين؟ يلا بداية هذا التعاون الاول مع نصيف زيتون. نصيف يعني يعتبر عادة ما يعتبر من اللون القريب كتير مني عادة، وهذا الشيء خلى انه يصير في دمج بين لونين ونطلع شغلة جديدة. نصيف حبيت كتير ادائه بالستوديو. اول شيء نصيف بالنسبة لي يعني انا بالنسبة لي بشوفه مشروع نجم، كنت شوفه مشروع نجم، وهلا بلش خطوات النجومية. طبعا ما عملي احكي انا انه اشتغل معي، هذا الشيء بلش قبل، بس بينت ريحته. بعتقد معي فتنا بلون جديد بالنسبة لنصيف، عملنا شغلة جديدة بالنسبة له، بس شغلة أنا كنت شايفها يعني. وطبعا نصيف مراهن عليها يعني، هذه السكة الجديدة، فإن شاء الله نتأمل النجاح. كتير كان تعامل حلو مع نصيف، حدا مثقف فنيا، فاهمين شو عم بتني، فاهمين شو عم يعمل. بنفس الوقت بيتدخل بالعمل بمطرح ما لازم، وبيترك الحرية للي عم يشتغلوا مطرح ما لازم، وهذا شيء كتير مهم. بالنسبة لي صوته مميز كتير بالنسبة لي يعني، انه اذا بتسمع صوت نصيف على الراديو دغري بتعرف انه في بصمة مميزة. هذا نصيف زيتون، هذه شغلة من الله يعني، طبعا الانسان ما بيقصدها، بس هو داعم هذا الشيء بأداء وبثقافة موسيقية حلوة. بالستوديو كان بتعرف التعامل، نحن بس هيدي اول اغنية، حبيت كتير كيف نصيف قدر اخد هالغنية اللي عنده، عمل اشياء بالمغنى انا ما كنت حاسبها بالغنية، حط شخصية نصيف زيتون فيها، هذا شيء كتير مهم، كتير حبيت التعامل معه.
فبتمنى له التوفيق، ان شاء الله يكون البوم وشه خير عليه، ان شاء الله يلاقي النجاح المطلوب، وان شاء الله هذا اللون لون خلص استحي اللي بلشنا فيه بيكون بدايه، ونرجع نعمل اشياء كمان لقدام بعتقد فينا نعملها وفيها تكون اشياء مميزه وحلوه. بدي حيي بتقول له مبروك على الالبوم، معكم بلال زين. خلص استحي، كلمات احمد ماضي، الحان بلال الزين، وتوزيع بلال الزين، غناء اكيد النجم نصيف زيتون. نصيف، قبل ما نسمع شوي من الاغنيه، بلال الزين حكي كتير حلو، شو بدك تقول له؟ بدي له كتر خيرك، شكرا لك على الحكي، حكي اكبر مني، استاذي، وبتشكره كتير على لك. انا اصغر ما احكي عنه بس خجلني وبسطني هي اصلا على وين خلاص استحي، خلاص استحي نصيف بقى. وحلو كتير انه يكون اخذ شيء من فنان كبير مثل الاستاذ بلال. قال كلمه حلوه بلال الزين انه هيدا كان من يكون قابضك، يعني انا بحب اشتغل مع عالم قابضين جد، فبتشكره كتير. هاي شهاده من استاذ سبقني بالفن بمنيح، فانا شوف حالي وبتشكره كتير، وإن شاء الله يا رب الغنية بكرة بتحكي عن حالها، رح نسمعها نحن وياك. قول الله. خليني أقول قبل ما نسمعها أن هاي الغنية أحلى غنية بالنسبة لي بالألبوم، يعني هاي الغنية المفضلة بالألبوم كله، فخلص تحية. يا رب. ماني بعد ما شفتي شي، خيفاني هيدا كله ماشي، ندماني بعد ما شفت شي، خيفاني هيدا كله ماشي، تعباني خسراني كل شي، وهلا صرتيني انا، خلاص استح مني المح، ما عاد فيكي تجرحي، هلا حتصيري مطرح، هلا دوري انا، عيش البعد موتي بعد، ممنوع نرجع لبعض، ومن قلبي بعطيكي وعد، رح انساكي انا، خلاص استحي مني المح، ما عاد فيكي تجرحي، هلا حتصيري مطرح، هلا دوري انا، عيش البعد موتي بعد، ممنوع نرجع لبعض، قلبي بعطيكي وعد، رح انساكي انا. خلص استحي، هاي الأغنية كلمات أحمد ماضي، رح نروح لأحمد ماضي لنشوف شو قال. قول الله. والله كتير حلو، أول شيء انبسطت بالتعامل مع نصيف، والأغنية اللي انبسطت فيه إنه فارقة عن اللون اللي عم بقدمه نصيف، يعني غير اللون، يعني حيكون شيء جديد على نصيف، وما حأحكي عن الأغنية، الأغنية بتحكي عن حالها إن شاء الله، بس نصيف من الأصوات اللي كنت حابب أشتغل أنا وياها، والأصوات المتميزة والأصوات الحلوة على الساحة، والحمد لله إن شاء الله يا رب نتوفى. أحمد ماضي. سمعنا أحمد ماضي، شاعر بيكتب بإحساس كتير كبير، نصيف زيتون. نعم. أقول لك استوحى كلمات الأغنية خلاص استحي، لأنه بيعرف أنه بشخصية نصيف زيتون فيها نوع من الخجل الزايد. والله ما بعرف، يمكن سائبت بيجوا لعندي أول كبار خجل، بس ما بدي أتشكر الأستاذ أحمد على كلامه. مثل ما قال كلمة كتير حلوة، إنه بكرة غنية بتحكي عن حالها، أنا واثق إنه الأغاني كلهم راح يحكوا عن حالهم، وبالذات خلاص استحي بدي أتشكره، والله يقدم لي فيه الخير كله، للأستاذ بلال الزين أنا شايف حالي إنه متعامل معه إن شاء الله. نصيف، رح نروح لغنية تانية كمان بالألبوم، جاوزت حدودك، كلمات حياة أستر والصديق فضل سليمان، والصديق جيني حداد، توزيع وغنية بحبها كثير، بتحبك كثير كثير. حلوة. أول شيء خلينا نسمع حياة أستر، شو قالت عن نصيف زيتون، نرجع نسمع الغنية. يلا
التعامل مع النجم نصيف زيتون كان لأول مرة بهيدا الألبوم بخمس أغاني، ألحان الملحن المبدع فضل سليمان وكلماتي. الأغاني هن كله كذب، شو حلو، على أي أساس، تجاوزت حدودك، مبروك عليكي. نصيف زيتون نجم حقيقي، إحساس كتير عالي، حدا بيعرف يوصل الكلمة للقلوب بطريقة كتير صح. نصيف مريح جدا بالتعامل، أبدا ما تعذبت، حدا ذكي بالخيارات بيعرف كيف ينقي. سعيدة بهي التجربة وبتمنى النجاح للألبوم كله لأغانينا، ومبروك. شكر كبير لإذاعة صوت الغد، الشاعر حياة أسفر. حتى بصوتك في مشاعر حلوة، حياة أسفر. حياتي حياتي. إلى حصة الأسد حياة أسفر. يعني الألبوم كله إله خمس أغاني. إيه إنه أكتر يجي. خمس أغاني. وأديش أديش فظيعة، وأديش بحب كلمتها، وأديش أنا واثق إنه بكرة ليك الكلمة بتوصل. أنا واثق إنه إن شاء الله يا رب هيك مع الأداء مع اللحن مع الموسيقى اللي مقدمينها توصل أكتر وأكتر. أنا متفائل خير بحياتي. شو ماذا إذ ل رفيقتك أو حبيبتك جوزت حدودك خلاص إنه أو لا بس بالغنية؟ خلينا هلا عمل بالمغنى ماشي. بس بالمغنى خلينا نشوف بالمغنى كيف قال لها جوازت حلوك. حبك عم يلغي شخصيتي، كل لحظة بوقتي احتليتي، بعدك لو حد مريتي بيحمر خدودي. غيري قبلك ما جربتها، بطباعك روحي طبعتها، تعيني انت منها عشقتها لجدود جدودك. جاوزت حدودك بقلبي، جاوزت حدودك، صارت حياتي معلقة فيك وبوجودي. جاوزت حدودك بقلبي، تجاوزت حدودك، صارت حياتي معلقة فيك وبوجودك. جاوزت حدودك هاي الأغنية من ألحان أو من كلمات حياة أسبر اللي سمعناها، فضل سليمان كمان الملحن، إذا فينا نقول المبدع الشريك وشريك بنجاحك نصيف زيتون. فضل ضلينا مع بعض على نفس المستوى، خمسة بالأول وخمسة بهاد، وإن شاء الله خمسة لقدام وإن شاء الله 15 لقدام كمان إن شاء الله يا رب. فضل أنا أكتر زلمة أو أكتر ملحن أو أكتر فنان بحكيها بكل صراحة. بترتاح بالتعامل معه؟ موسط برتاح بالتعامل معه، بلاقي الموسيقى اللي انا بدي اياها معه. طيب انت بتعرف بلاقي يعني فضل من الاشخاص المساهمين بشخصيه نصيف زيتون الفنيه. نعم. يعني اللي عم تخلق لحالي خط فني من وراء اعمال فضل صراحه ما بقدر انكر. رح نسمع شو قال عنك. يلا. نصيف على الصعيد التقديمي حدا انسان بجنن بياخذ عقل، شخص بيعرف شو بده من الاشخاص، تنفصل انسانيته وتعامله الراقي عن شخصيته الموسيقيه. هو كفنان هو حدا كتير دقيق بخياراته، كتير بيعرف يرسم هو شو بحب يقدم للعالم، كيف بحب يغني، عنده شخصية ما بتشبه حدا، بيحاول على طول انه هو يكون حدا متميز وعلى طول متجدد. ما يخص بموضوع الأغاني، أنا شاغل أنا وياه بهذا الألبوم خمس أغاني، كل واحدة هي بتاخد ستايل مختلف عن الثاني، وكل واحدة موضوع بسرعات مختلفة بلون مختلف. أنا ما كتير بدي أحكي عن الأغاني، ما بدي أحرقهم، ما بدي العالم تفهم أنا شو عم بحكي كتير يعني، بس إنه هو كل غنية في إلى ستايل يعني. أنا بتمنى هذا الحكي بكرة بتسمعوا الأغاني بتعرفوا أنا عم بحكي. ما تحرقهم، ما تحرقهم فضل سليمان، ما تحرقهم، نحن عم نحرقهم على الهواء. أنت ما تحرقهم، نحن على الهواء بنحرقهم. فضل عن جد أنا بدي أوجه له تحية كتير كبيرة لفضل سليمان، من الناس المعجبين جدا بألحانه. بعرف أنه أنا كنت شاهد على بعض القصص، بعرف كتير من النجوم راحوا لعند فضل سليمان لأنه نجم، لأنه نجم. نعم. من خلال الأعمال اللي قدم لك إياها كمان، اللي قدمها لكل العالم. أوكي، بس وين ضوى؟ ضوى مع كل العالم أغاني فضل. هلأ نحن عم نحكي صرنا عاطفي، أنا أحكي معك بس فن. أوكي، خلينا نروح لشخص جديد. جيمي حداد، شو قال عن نصيف زيتون؟ صراحة أنا بهالألبوم عامل له خمس أغاني لنصيف،
مع قد وقدود. بيجيكلي التعامل مع نصيف كان كتير لذيذ. هو نصيف كارتست كتير كرياتيف، يعني على طول بحب يعمل شيء جديد بالتوزيع، which is something انه هيدا ساعدنا انه اعمل شيء جديد بالاغاني وكتوزيع بالغنية. نصيف هو فنان وزلمة كتير down to earth، يعني كتير بسيط وقريب للقلب، فالتعامل معه كتير سلس. وغنية بربك غنية يعني من جو قد وقدود. وسيم بستاني هو الملحن والكاتب عادل رفول. التعامل كان كتير حلو لأنه نصيف زلمة مش إنه بده يعمل شيء موجود بالسوق. من أول ما أجى لعندي آمن بالأيدياز اللي أنا عم بعطيه هون، وقال لي بدي أعمل شيء جديد تفوت تنعمل لون جديد. فا it was very interesting، والتعامل معه كتير كتير حلو. يعني منه زلمة نصيف زلمة كتير سلس وبياخد وبيعطي كتير بالأيدياز، فكان experience كتير 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 حلو. وأنه hopefully لقدام بده يكون عنا تعامل أكثر مع بعض. جيمي حداد. جيمي حداد. جيمي أدي عمره جيمي. جيمي أكبر مني بسنتين، عمره 29 سنة. صرنا غير قيمك على المستوى، ليك مبينين نحن مشتغلين 5 أغاني مع بعض، بس صرنا أصحاب ورفقات بي إس بلاي ستيشن وبحبه لجيمي. مبسوط كتير بالتعامل معه. أنا بدي أقوله بكل صراحة، بشوفه من الموزعين بكرة، أنا هيك رأي بكل رأي متواضع يعني بكل تواضع، بشوفه من الموزعين اللي راح يصيروا إلهم اسم كبير بكرة إن شاء الله يا رب على الساحة الفنية. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله نصيف بربك. حكي عنا جيمي حداد الغنية. خلينا نسمع شوي مقطع من هذا النضال. يلا. يا قمر انزال على هالأرض كرمال، تسأل لحالك سؤال من هي الأجمل منك. يا قمر انزال على هالأرض كرمال، تسأل لحالك سؤال من هي الأجمل منك. بكت لك ما حلك رح تعطيها، وبدك تاخد رضا ايدك لاقيها. هلأ شوف حدي ومخبي رصفي ليك مسيحية، بربك حدا قلبي بيحبك، حتى القمر على الأرض بنزلي. بربك حدا قلبي بيحبك، عن محله جبرت ويتنازلك. بربك حدا قلبي بيحبك، حدا قدي بيحبك. بربك كلمات عادل رفول، ألحان وسيم بستاني، وتوزيع جيمي حداد. هيدي الغنية اللي جيمي حبيبها كمان وكل الناس رح تحبها، لأنه فعلا غنية كتير كتير حلوة. طبعا احنا وكل المستمعين عبر إذاعة صوت الغد عم نستعرض جديد ألبوم نصيف زيتون 2016 طول اليوم. طول اليوم هيدا الألبوم اللي حسب ما احنا عم نسمع والتوقعات والفيدباك اللي عم نسمعه، انه هيدا الألبوم رح يكون هو من أهم الألبومات اللي رح تنزل على الساحة الغنائية. وكمان الفكرة اللي رح نحكي عنها بعد شوي، إنه ما في سي دي، وهي رح تتفاجئوا رح نحكيها بعد نحن وياكم بعد شوي. ما ودعتك كمان من الأغنيات الجديدة، كلمات محمد عيسى، ألحان محمد عيسى، وتوزيع جيمي حداد. رح نسمعها ونرجع نحكي مع النصيب. بس شو رأيك نسمعها منك قبل؟ يلا. هي بدي أقول شغلة، إنه هي رقم 7 7 7 علامة النصر.
اكثر غنيه انا يعني بحبهم كلهم، بس انه من الاغاني قديش بفضلها لحطيتها رقم سبعة، لانه انا بحب اكثر شيء رقم سبعة فحطيتها رقم سبعة. ما ودعتك. عقد ما ودعتك كتير علي الوداع، ولا يهمك قلبي كبير وبساع، صوتي رايح لا عندك اسماع، بدو يقلك اوعى تفكر ترجع. الله 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 الله. من عن نضال ما ودعتك، ما بدك تسمعنا نضال؟ اوكي لا ما بدي اسمع. شو انا حكينا على الكل، بدي احكي عن محمد عيسى. محمد عيسى عاملين معه غنيتين بهذا الالبوم، بدي وجه له التحيه. من الاشخاص كمان اللي بعتبرهم هو فضل تقريبا اخذ اكثر شيء منهم بهذا الالبوم، حمد تنتين، واذا بنضيف لهم الثالثه قد وقدود بصيروا ثلاث اغاني. وقد وقدود مش محمد عيسى من الاشخاص اللي انا بتفائل فيهم بالخير كثير، وبحسهم من الاشخاص اللي عندهم طاقه احساس كتير وطاقه كبيره, كتير كبيرة. وبكره ببين، بس تسمعوا لسه بعد في عنده اغنيه عن اسمها عندي قناعه بتقتل. انا مبسوط فيه، وان شاء الله يا رب هيك بالتعاون اكثر واكثر واكثر واكثر. نصيف الف مبروك الالبوم. شو حلو شو حلو. بعد البريك رح نسمعه هون بالاستوديو. يلا يلا بريك. بخصوص هالشي تعا خليني قلك، اليوم شو حلو أغنية شو حلو. كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان، توزيع جان ماري ريشي. نرجع نسمع. ما بدي أحسب ولا أفكر، لا بيقدم ولا بيأخر، بعد ما حبيت صبتيني بقلبي صبتيني، نظرة لعندك جبتيني، كيف ما حسيت. ما بدي أحسب ولا أفكر، لا بيقدم ولا بيأخر، بعد ما حبيت صبتيني بقلبي صبتيني، نظرة لعندك جبتيني، كيف ما حسيت. شو حلو اتعلق فيك واضعف قدامك، شو حلو اني ارضيك وحقق احلامك، شو حلو لبست نقيلي بايدك عطر تحطيلي، ضلي عقلي اخدتيلي، الله شو حلو شو حلو. شو حلوة هالغنية من توزيع جان ماري رياشي، اللي بهمنا نعرف رأيه بنصيف زيتون. أنا أول مرة بشتغل مع نصيف، ودايما يعني اليوم بتاع نعمل غنية لا نصيف عم بشتغل معه، بدي أعمل شيء شوي مختلف، مش شيء مألوف هو يعني. هلا هو كتكنيك صوت وما شاء الله عليه، صوته بطير العين. رح أحكي عن التوزيع الموسيقي. عملنا لأول مرة أغنية فيها ريجي، يعني ستيل ريجي مع ريتم برأس لحن كتير حلو، هي النحن حافظ
فحبيت بالتوزيع نعمل بصمة مختلفة يكون عم يقدم شيء جديد، يكون التجربة انه اشتغلنا سوا يكون حاس حاله انه عمل شيء مختلف عن الاشياء اللي عملها قبل بحياته. انا استمتعت بالغنية، عملت لها ميكس انا قد ما كنت حابب انا الغنية، يعني من قلبي اشتغلناها والشغل معه كتير كتير حلو. بعتقد رح نسمع شيء لأول مرة معمول بهالاسلوب، بسيط بس نفس الوقت مميز. الساوند طالع كتير جديد، عم نسمع ايقاع كتير جديد، الاصوات اللي استعملناها مش مستعملينها بغير اغاني، واستمتعت بالشغل معه. جان ماري رياشي. جان ماري رياشي اسم كبير بعالم التوزيع وبعالم الموسيقى بلبنان وبالعالم العربي، اشتغل مع اهم النجوم. نصيف زيتون، هل قد حبك جان ماري رياشي؟ هل قد حب التعامل معك؟ وهل قد قال انا عم بشتغل لنصيف زيتون؟ وهي الكلمه قليل لاسمعه عم بيقوله اصلا. انا بشرفني اللي حكاه كله، يعني كله الحكي اكبر مني وكله الحديث كله. اصلا انا مثل ما قال احنا اول مره و عم نشتغل مع بعض، وان شاء الله يا رب يكون هاي فاتحة اشتغل معه اعمال اكتر واكتر. بس يعني انا مبسوط بهذا الالبوم كله بشكل عام. ايما كان الاغاني ويغني غنية فيها اسماء، يعني شو بعرفني خي هيك مجمليني، يعني طالع شيء الفكرة كلها بالاغاني وبالاسماء انا بتشكرهم كلهم. في نوع جديد بكبر فيهم واكيد هن بيكبروا بالتعامل معك نصيف. قال شيء جان ماري رياشي انه في نوع جديد من الموسيقى بهيدي الاغنيه تحديدا، اشرح لي شوي. ليك بكره شرحها حالها، يعني مش رح فوت بالتفاصيل 100%. الغنيه فارقه عن كل الالبوم، والريجيتون قريب شوي على اللف اذا فينا نقول. يعني عاد ما حب قال هم مكسجر حتى ما بعرف هي الغنية حلوة الحمد لله. يعني بدأ أكتر من أنه يوزعوا مكسجة، يعني هذا شرف كتير كبير لنا، وإن شاء الله يا رب هيك العالم تحبها. بكرة هيك الغنية شوي جديدة على الإذن شوي شوي، خلينا يعني نقول إن شاء الله يا رب يحبوها العالم إن شاء الله. رح نروح نصيف لغنية جديدة، غنية وقع وسام الأمير وعمر صباغ اسمها أنا جاي. قبل ما نسمع غنية بسمع رأي وسام الأمير بنصيف. قول الله، قول قول الله. أول شيء أنا جاي هذه مش أول أغنية بتعمل فيها أنا ونصيف، بتعمل أنا ونصيف بأكثر من أغنية سابقة، ونصيف فعلا فعلا بجسد صورة حلوة بالفن، لأنه نصيف مش بس فنان وصوت حلو، نصيف أخلاق، نصيف ابن بيت ابن عائلة، مهذب ومربى ومثقف، والتعاطي معه فعلا في لذة وفي متعة، لأنه فنان وبقدر اللي بينعطاه وبيغني حلو كتير وتعبان على صوته. والأيام اللي جاية والمستقبل أنا بشوف إنه كل يوم رح بيكبر عن يوم، ورح بصير مشهور أكتر وأكتر. وشو ما غنى نصيف، كل الأغاني اللي عم بغنيها نصيف اختيارات عم بتكون حلوة. وأنا بالحقيقة بغنية أنا جاي اللي هي من كلمات ربيع قطايا وتوزيع عمر صباغ، هو تحديدا طلب مني هيدا اللون، لانه مؤمن انه بالتنويع وبارضاء كل الاذواق. انا بصراحه كنت حابب اخده على غير محل، ولكن من بعد ما اصر على هيدا اللون وعملنا الغنيه وقديش طلعت حلوه، وبكره الايام بتبرهن اللي انا عم بحكيه، مزوق بيعرف حاله شو بده، فنان متواضع لسانه دافي ما بيجيب سيرة حدا مربى. هيدا اللي بقوله عن نصيف، وشو ما احكي عنه قال لي نصيف عمل قاعدة شعبية كبيرة، وهيدا القاعدة انا اكيد وانا مسؤول عن كلامي انه بدها تكبر يوم عن يوم. انا بهنيه وبقوله الف مبروك وعقبال اللي جاي، وبتمنى ينرجع نعيد التعاون سوا انا وسام الامير. ميرسي يا بتمنى امير، بتمنى اخر شيء نهدي التمنى يا استاذي انت. هي تعال اقول لك بدك تتمنى تهرب مني لازق. انا بفتخر ليك، بدي احكي انا هذا الزلمه، هذا اول شيء فنان وزلمه واستاذ وكبير، انا من الاشخاص اللي بتفائل فيهم بالخير. هلا ليك عم بحكي عن الكل منيح والله العظيم لانه كلهم بحبهم، بس هذا الاستاذ وسام
اذا بدي ارجع كاول غنيه غنيتها انا من الحانه صبرك علي، فبتفائل فيه بالخير، وما بحب اعمل عمل ما يكون اسمه مذكور معي، وهو ابن بيت وابن اصل وابن عالم وناس، وما في احلى اتفه من لسانه عم بيحكي عني انا بدي احكي عنه. أنا ما يعني شو بدي اقول لك، بحبه. طيب نصيف قال وسام الامير قال كنت انا عبالي اخده لنصيف غير محل، رجع هو اخذني محل تاني، يعني كانك انت قلت له انا لا بدي منك هيك صح؟ ليك انا بالغنية هلا بسمع حسيته كان عبالي ياخدك محل تاني بالغنية، ستيل 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 رايحين شوي ستيل عرب بالغنية، وانا كنت حاب اعمل عرب وما شفته غير من الاستاذ وسام، فقلت له استاذي دخيلك بدنا غنية عرب هذا اللون وهذا الجو، واعطاني غنية انا بشوفها من احلى الاغاني، يعني ان شاء اكيد الله من احلى اكيد العالم. من احلى الاغاني. وانا بدي اقول مبروك لوسام الامير انه كمان رجع هيك لنا ورجع لنا ورجع الحان حلوه ورجع بطريقه كتير حلوه وكتير كبيره، ونحن هيك بنشوف وسام الامير كبير باعمال كتير كبيره. انا جاي كلمات ربيع قطايا الحان الكبير وسام الامير وتوزيع عمر صباغ. عشت سبع شهور إلك من هاد ما أنا جاي مش ناوي عتابك وجاي أوقف عتابك وجاي تشم ثيابك وقلب الهون بين ثيابك نسمع أنا جاي من ألبوم نصيف زيتون 2016. شو عنوان ألبوم نصيف؟ طول اليوم. طول اليوم بدك تسمعه طول اليوم، طول اليوم وتحبه طول اليوم وينجح طول اليوم طول السنة طول السنوات كمان. رح نسمع عمر صباغ شو قال عن نصيف صديق عمر حبيبي. يلا أول شيء الغنيتان اللي عملته لنصيف زيتون هن غنيتان كثير مميزين، كل واحدة لون مميز فيها، واحدة لون الشعب التراثي السوري وواحدة ستايل كثير جديد قررنا نعمله هيدا ستايل خلص خاص بنصيف. ونصيف فنان بكل معنى الكلمة وما بيعذب أبدا بالتسجيل ولا حتى بطريقته التوزيع، بيعطينا أفكار كتير حلوة وبيوحيلنا بطريقة مغنى بأفكار حلوة بالتوزيع وشاطر بشغله. أكيد لما نحن نكون عم نشتغل سوا نكون عم نشتغل غنيته كأنه غنيتي عم نشتغل مثل أخوي، يعني مش مثل فنان وموزع، وهذا الشيء هذا الشيء مبين من خلال التوزيع قديش في محبة بالشغل. عمر صباغ وهيدا الرئيس عمر صباغ. طب في اروق من هيك زلمه؟ لا اللي بيسمع صوته ما بقول انه ممكن يطلع منه هالقد توزيع حلو هالقد موسيقى، لا بيطلع منه اكثر من هيك. انا بحبه كثير لعمر، عمر مش اول مره كمان عمر بتقول من معه. جيل الشباب يعني جيل الشباب، عمر اصغر مني خود ليك على هالقصه، طلع اصغر هداك ما بسأل ودي عمرك، طلع اصغر مني عمر. عمر من الاشخاص الجدا موهوبين طبعا. وجدا انا مش انا بدي احكي عنه، اغانيه ممتليه السوق وممتليه الوسط كله، فنانين كبار وجداد واللي بدك عم يشتغل عمر. مشتغلين غنيتين كتير كتير حلوين وانا بتشرف فيه وبتشرف بمحبته
وايه نحن اصحاب يعني كمان على المسائمك على كمان بي اس او لا ما في بي اس لا لسه والله ما فات لانه خيي بيضل يقول لي ما عندي وقت ما حط ضيع لوقته ما عنده الله يرزقه خيي رح نروح نحن وياك نصيف لغنية جديده كله كذب كلمات حياه اسبر الحان فضل سليمان توزيع مارك عبد النور بنسمع الغنيه او بنسمع مارك تسمع الغنيه بس بدي اقول على على اغنيه انا جاي بدي كمان بدي اعطي حق للاستاذ ربيع قطايا انا بتشكره على الكلام الحلو وان شاء الله يا رب يكون فاتحه خير اول مره بشتغل معه ربيع قطايا فانا بقول له ان شاء الله يا رب هيك تكون فاتحه خير لك ولالي و ثانك يو من القلب ثانك يو ربيع رح نروح كله كذب نرجع بنسمع مارك عبد النور كله كذب ما حدا بيعشق حدا ما بينعت علي المشاعر فأدى كله كذب ما حدا بيعشق حدا ما بينعت علي المشاعر فقدانك صعب اشفاءني ضيعت دقات وسدى كله كذب ما حدا بيعشق حدا ما بينعتب علي المشاعر فقدانك كله كذب ما حدا بيعشق حدا ما بينعتب شاعر فائدة منك صعب يشفاءنا ضيعت دقات وسدى علمتني داوي الجرح بالجرح خليتني فكر بحالي صح علمتني داوي الجرح بالجرح خليتني بما انه هاي الاغنيه كثير انا حبيتها وهيك كله كذب ما حدا انا كثير حبيتها وهي مزبوطه وهي موجوده اليوم بنسمعها بعد مره ما حدا بيعشق حدا لا كله كذب ايش في عشان ليش بدك تسمع مره ثانيه ما حسيت فيها كله كذب ما حدا بيعشق حدا ما بينعت علي المشاعر فقد كله كذب ما حدا بيعشق حدا ما بينعت علي المشاعر فقد منك صعب اشفاءني ضيعت دقات وسدى كله كذب ما حدا بيعشق حدا ما بينعتب علي المشاعر فقدها كله كذب ما حدا بيعشق حدا ما بينعتب علي المشاعر فقدها منك صعب يشفاءنا ضيعت دقات وسدى علمتني داوي الجرح بالجرح خليتني فكر بحالي صح علمتني داوي الجرح بالجرح خليتني فكر بحالي صح رضيتني بكيتني عسنين عمري الأخدام كله كذب من توزيع مارك عبد النور رح نسمع شو قال عن نصيف زيتون
هيدا أول تعاون بيني وبين الفنان نصيف زيتون، كان تعاون كتير حلو لأنه نصيف ما بعتقد بده شهادة مني، من الأصوات كتير حلوة بالعالم العربي وأثبت وجوده بفترة مش كتير طويلة لأنه بيستاهل. تعاون مع نصيف كتير حلو لأنه هو مطرب حلو، وزعنا الغنية هي كلمات حياة إستر والحين فضل سليمان. كأول تعاون بيني وبينه كتير كان حلو لأنه سريع، يعني نصيف من الناس اللي ما بتنق، من الناس اللي ما بتتدخل بالتوزيع، بحب يعطي رأيه أكيد بقصص بتزيد للغنية ما بتنقصها. تنفذ الغنية عند رجاء أبي عقل، سجلناها عند رجاء، وإن شاء الله هيك يكون وجه خير علي وعليه، وبعتقد العالم حبه لأنه غنية كتير بتفوت على القلب، كلماتها كتير حلوين ولحنها حلو، وجه طبعا نصيف زيانة بصوته، إن شاء الله يكون وجه خير. مارك عبد النور. مارك عبد النور أكيد مارك. كمان من الموزعين الشاطرين جدا، وعم بيقول إنه أول تعاون ومبسوط إنه كمان في تعاون بينك وبينه، وإن شاء الله مش الأخير أكيد. أنا بالنسبة لي يعني مارك وزع أكتر غنية أنا بشوفها كلامها هلا ليك كلهم قصة حقيقيين مش جايبين شيء من القمر، بس هاي الغنية كتير حقيقية زيادة عن اللزوم. يعني مارك وزع شيء عم نعيشه يعني، وأنا بالنسبة لي الغنية نقته لمارك يعني مش أنا ولا ليك، ما شفتها غير لمارك، بس كنا قاعدين عم نحكي إنه أنا ونفذها بأحلى طريقة. أدي هيدي الأغنية فيها حقيقة وفيها وجع وفيها صدق وفيها إن كان من الكلام إن كان من اللحن إن كان من التوزيع، أنت غنيتها بطريقة كمان بهالإحساس الكبير، يعني حسب ما شفت أنا عم نستعرض الألبوم كله الجو كله بالستوديو على هاي الأغنية تحديدا كلنا حسينا فيها الحمد لله. هاي اشتغلنا شغلنا مناطق مزبوط ليك، فيها كتير حياة مفزعة بالكلمة، وفضل مفزع باللحن، ومارك مفزع بالتوزيع، وإن شاء الله أنا أكون مفزع بالمغنى، يعني كل واحد مشتغل شغله مزبوط. قديش حقيقية بكرة كل واحد بيشوفه إذا بتلامسه. أنا بالنسبة لي ايه ما حدا بيحب حدا صراحه اللي بيسمع يمكن لا غلطان خي نحن بنحبهاش بعرف على اي اساس كمان اغنيه كله كذب ها ليه نضال ليه نضال غرام لشيء ليه عطيتها مره ثالثه نعيدها مره ثالثه يلا كله كذب ما حدا بيعشق حدا ما بينعت علي المشاعر فأدها كله كذب ما حدا بيعشق حدا ما بينعت علي المشاعر فأدها نكسى يشفى قلب ضيع الدقات سدى ما حدا بيعشق حدا ما بينعتب علي المشاعر فقدا كله كذب ما حدا بيعشق حدا ما بينعتب علي المشاعر فقدا انك صعب يشفى قلب ضيع دقات سدى علمتني داوي الجرح بالجرح خليتني فكر بحالي صح علمتني داوي الجرح بالجرح خليتني فكر بحالي صح ربيتني بكيتني عسنين عمري الأخدام كله كذب ما حدا بيعشق حدا بينعتب علي المشاعر فائدة هيك تراز قاعدة بالكنترول ومدمعة ففيك تنزل الدمعة حبيبتي ما تقتلها ايه نعمل كمان فيك تنزل الدمعة كل حنا حابب ينزل ينزل عادي نضال انت بلا احساس ولا انت هيدا الكاتبها كتبتها حياة المشاعر فقدها يعني لك نضال بلا مشاعر لأنه كله كذب
بحبها كثير الغنية يا صرا، سمعناها 10 مرات خير واحدة. على اي اساس هاي الاغنيه كمان هي نقله نوعيه بمسيره نصيف زيتون؟ هيدي الاغنيه فيها جنون اذا بدنا نقول بالتوزيع، لانه هي من توزيع هادي شراره. بدايه اول تعامل كان مع هادي شراره، اول تعامل مع الاستاذ الفظيع الاستاذ الكبير هادي شراره. انا مان ليك انا ما كتير بعرف احكي، ولهلا بحس حكي عم بعيد حاله اكثر من مره. بس في اشخاص اف هذه شراره يا زلمه. يعني كتير مبسوط مش شوي، ومش انا اللي بدي احكي عنه يعني. فالغنيه اذا بدك تحطها وهي بتحكي عنه، وانا بتكبرني هي الغنيه وبتزيد لي. طيب قدمها انت الغنيه لنسمع. يلا تعالوا نسمع على اي اساس. ألف مبروك نصيف. على أي أساس من توقيع الموزع هادي شرارة؟ إن شاء الله يا رب هيك بتلاقي استحسان عند الناس هيدا الغنية. رح نروح لغنية جديدة. مبروك عليك الألبوم نصيف زيتون. الله من كلمات حياة فضل سليمان وعمر صباه، أغنية الأعراس الأولى لهيدا العام رح بتكون. مبروك عليك. مبروك عليكي وعليا، انت صرتي مني وفيا، قالوا ما في فرحة بتكمل، كملت وصرتي بنداية. مبروك عليكي وعليا، انت صرتي مني وفيا، قالوا ما في فرحة بتكمل، كملت وصرتي بنداية. أبدي أبدي مبروك عليكي وعليا وعليا، انت صرتي مني وفيا، ما في فرحة بتكمل، كملت وصرتي بنديا.
مبروك عليك الأغنية الكثير حلوة، كمان كلمات حياة أسبر، فضل سليمان ألحان وتوزيع عمر صباغ. ما بدي أتشكر محمد مقهور على الميكس والماستر، أنا ما ذكرته عند عمر صباغ على الغنيتين عامل لي أنا جاي ومبروك عليك. ليك أنا ما بدي أنسى حدا اليوم، أنا كل العالم اللي عم بتساهم بهيدا الألبوم اللي أنا كتير متفائل فيه بالخير بدي لهم ميرسي من القلب، شكرا لكم جميعا جميعا كلكم كلكم. هلا ان ذكرتكم ولا ما ذكرت، لا اس كلكم، بس يعني اذا ما ذكرت عم يا رب توصلكم الشكر، لانه انا ليك عيني يعني عم بتطلع هيك يا ربي يوفقني ويوفق الشباب اللي كلها عم تشتغل معي، لانه كتير متامل خير كتير مش شوي. ان شاء الله بقول لك مبروك عليك الالبوم، ثانك يو من القلب محمد مقهور خي وحبيبي، شكرا لك. مبروك عليك الالبوم نصيف زيتون. رح نروح قد ايه عندك قناعه باللي عم بتقوله، قد ايه عندك قناعه بالالبوم، قد ايه عندك قناعه بمحبه كل الاشخاص اللي اشتغلت معهم؟ ليك عندي قناعه بالالبوم كتير كبيره، عندي قناعه بمحبه بالشباب اللي عم بشتغل معهم، بحبهم بحبوني اكيد. قديش عندي قناعه رح ينجح؟ رح ينجح بتخيل، بس قديش ما بعرف. وعندي قناعه كتير كبيره انه بتموت فيه. عندي قناعه شو سهل علي غمزة عيني، باخد منك شو ما بدي بربع ساعة. عندي أنا هل قد عندك قناعة انه ممكن تاخد اللي بدك يا بربع ساعة؟ الجواب بعد البريك. هي شو هلا الجواب بعد البريك بخصوص هالشي تعا خليني قلك. عندي أنا شو سهل علي عندي أنا بتموتي في وبتحلمي بكلمة مني. عندي أنا شو سهل علي غمزة عيني، باخد منك شو ما بدي بربع ساعة. عندي أنا بتموتي فيي وبتحلمي بكلمة مني. عندي أنا شو سهل علي غمزة عيني، باخد منك شو ما بدي بربع ساعة. وبالحب عينيك زهوم علي، انت بحبي مستوية، ما عندك واحد بالمية ضدي مناعة ضدي مناعة. عندي أنا بتموتي في وبتحلمي بكلمة مني. عندي أنا بربع ساعة أنا مين فكر حالك؟ مين فكر حالك ربع ساعة تاخد منها بدك إياه؟ عم نبقى شهور عم نبقى شهور يا أخي. أخد أي قصدي هون المشاعر والأحاسيس والحب والعاطفة بس؟ إيه بقى أكيد بس باينو باينو عندي أنا إنه إيه نحن خلينا غنية مان لتقول لعنا إنه مين يفكر حاله؟ لا بس الغنية موضوع حلو، لحنة حلو، موسيقى حلوة طبعا، رياض العلي كلمات ولحن الصديق الحبيب محمد عيسى وتوزيع جيمي حداد. شو اللي مين فكر حاله؟ مين فكر حاله؟ لا مش فكر حاله حدا، بس انه تخيل يطلع لي غنية شوي يصير علي انه مين فكر حاله. ما حدا قال لي ولا مرة، قلت لي قالوا لي مين فكر حاله. نصيف زيتون من الشباب اللي نحن عم نشوفهم اليوم اللي عم بيغنوا عم بيقدروا يوصلوا لشريحة كتير كبيرة من الناس. يعني اليوم إذا منشوف المهرجانات والحفلات اللي عملتهم من بداية الصيف لهلأ، إذا منشوف الجامعات، يعني أنا بدي أحكي تحديدا عن تجربة بجامعتي، جامعة طبعا أم يو بي أس اللي أنت أحييت لنا هاي السنة الحفل، شفت كمية الناس اللي كانت، شفت محبة الناس واستدعينا الصليب الأحمر صراحة والدفاع المدني، وهذا اللي عم أقوله أنا على الهواء، ومبسطنا فيك يعني هالقد كان في عالم ناطرينك وحفلات وأعراس ومهرجانات. أدى هذا الشيء بيعني لك اليوم بوجود عدد كبير من النجوم؟
هذا اول شيء بخليني اطمن انه انا ماشي على السكه صح. الحمد لله. انت قلت في كتير نجوم وفي كتير اساتذه وفي كتير اسماء كبيره. الحمد لله انه انا عم حط راسي بين هالروس وعم بمشي بالخط مزبوط. بضلني مبسوط الحمد لله. بضلني متخوف كل ما عم يكبر الاسم, كل ما عم تتقل, ما بدي اقول لك المسؤوليه, بس عم يصير في حمل شوي ثقيل, ما بعرف شو بدي سميه, بس كثير مبسوط. ملحم بركات الموسيقار ابو مجد, بس التقيت انت وياه, هل قد كان عندك خجل؟ هل قد كان عندك خوف من هالعملاق الكبير انك تلتقي فيه؟ ليك الاستاذ ملحم, بس انا كنت عم يعني ما بحبها كلمه بصراحه, بس بدي لك اياها بكل طبيعيه. انا ما بعتذر اذا بدك تنفهم غلط, بس انه كنت عم بتفرج عليه. انا قاعد عم بتفرج على تاريخ كان قاعد بالي. هو بالنسبه له اكيد بيعرف حاله هيك, بس اكيد ما بيعرف شو هو بالنسبه للي بتلقوه مثل انا او اشخاص يعني واقف هالتاريخ عم بتطلع هيك. انا بتفرج عليها اف شو في, شو في فن مضى وشو في فن حاضر وشو في فن راح يجي وشو مش خجل, اكتر من خجل رهبة. يعني رهبة. انت قاعد حد حدا بغض النظر شو مكان سابقني بالفن, خلينا نقول الاف السنين الضوئية بالفن الموجود عنده. لا. ما بالك بالعمر وبالسنين وبالمكانة وبال... احنا طبعا بنحييه اليوم اكيد بوجه له كتير تحية يعني. كبيرة وبقول له استاذ الاساتذة انت واستاذنا بتضل دائما. طول اليوم اسم الالبوم اللي رح نسمعها هلا من كلمات جهاد القطريب. جهاد قطريب. جهاد القطريب. بدي اقول قطريب او قطريب؟ القطريب. قطريب اللي بدك. اوكي قطريب. لكن كلمات جهاد القطريب. جهاد. 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 انت عشان تصلح لي جهاد او جهاد. اوكي لكن طول اليوم كلمات جهاد القطريب. جهاد يا جهاد. جهاد القطريب. الحان جهاد القطريب. نعم. توزيع جيمي حداد. نعم. كلمات الحان جهاد القطريب. يلا. تركتك وحدك تفهمي وصرتي عنا جبرتك انك تندمي من بعد يلي صار افتكرتي اني بعملها بزعل ما بقبل احملها فكرت نترك ما بقبلها لو مهما صار قولي شو بدك انتي بتقولي بدي حبك طول اليوم والله لحطك جوات عيوني وخلي عيني تنسى اللوم قولي شو بدك انتي بتقولي بدي حبك طول اليوم حبك انا عقد ما صارت حياتي هنا حدك أنا بدي أغفى ليل النهار حبك أنا عقد ما صارت حياتي هنا حدك أنا بدي أغفى ليل النهار ميوزك جديد كتير عم نسمعها بهيدا الغنية طول اليوم اسم الألبوم شو هاي الغنية نصيف؟ هيدا غنية اسم الألبوم مثل ما قلت طول اليوم مشتغلين تراب جديد يعني ستايل جديد بالنوع الموسيقى للمستمعين نعم. طبعا هذا الفضل لجيمي حداد وكمان جاد هن خلينا نقول الفكرة طلعت من عندهم وأنا مبسوط كتير لدرجة سميت الألبوم طول اليوم على الغنية أنا بحبها كتير ومن الأغاني اللي إن شاء الله يا رب تلاقي استحسان عند العالم
قدامي قدامي على هون في اد تيريز استعرضنا كل اغاني الالبوم شفتها بكل غنية بتأثر بتفوت بالغنية ما عرفت حالتها شو هي دراما كوين شوي تيريز يعني بشوف غنية حزينة بشوفها رح تبكي بشوف غنية سعيدة بشوفها عم ترقص مش عم بفهم انا اي هيدا بس انه ضيعتني نصيف عم تنزل الالبوم اونلاين مثل ما قلنا باول حلقة ما في هارد كوبي للالبوم بعتقد انه هيدي خطوه جريئه كتير اول شيء عم تعملها بعتقد انه الفنان انت الاول فنان بالعالم العربي هلا مش انه اول حدا يعني عم لك جاستن بيبر عملها بامريكا انت اول حدا بالوطن العربي خلينا نقول عم بيعمل في خساره او ربح جيت الالبوم ما بعرف انا الربح عندي ربح محبه العالم والقصص باقي القصص اللي هنيك اللي قصدك عنهم اسال Music is my life ووتري بس انه اول البوم ديجيتال 100 منا خطره نصير يعني تاخذ هيك ديسيجن انه اوكي بننزل البوم ديجيتال خيي بس انه نحن رايحين على محل راح يكون كل نحن رايحين بس رايحين. ما رحنا فينا نكون سباقين يعني هلا حلو يكون اول واحد ما كل ثاني واحد او ثالث واحد انه حلو اكيد حلو عندنا الجرأة خيي مش ليك انا ايماني الكبير انه الاوديو كتير قوي لدرجه انه كل هالقصص مش راح تاثر عليه فينا نجرب قصص جديدة انه نعمله ديجيتال لأول مرة مش حلو عارف. ألبوم نصيف زيتون ما بتلاقوه هارد كوبي يعني ما فينا نحطه بالسيارة او فينا رح فيك تحطه مان في في الف بلاتفورم صار لتتهي في اي تيونز في انغامي مش عم بعمل دعاية كلها بس انه في كتير قصص فيك تحطها بالسيارة اكيد خلص. ما وقفت أوكي. على السي دي بس قصدي السي دي هيدا بعد مخلص. عندك فلوبي هلا في شي فلوبي ايه لا خلص وسي دي ما عاد فكرتك عاملوا على فلوبي لا فلوبي خلص ما عاد في شو صار له ديجيتال لكن البوم نصيف زيتون مثل ما قلنا منه هارد كوبي رح تسمعوا تبيعا كل يوم رح يكون في غنية بتسمعوا دعايتها أكيد وبتسمعوا الغنية عبر صوت الغد كل يوم غنية على كم نهار 11 غنية 11 غنية 10 أغاني في غنية سوربريز 10 إيه رح ينزلوا 10 وفي غنية رح نتركها إكسكلوزيف لأمتين لبعد ما ينزلوا لبعد العشرة أيام يعني رح بعد نشوف إمتى وخليها مفاجأة وإمتى وين رح ننزل مفاجأة ما بدنا نقول أوكي بيرفكت خلينا قبل ما نغير الموضوع بدي أجي أسمع غنيتي لو سمحتني ضل عندي أنا تعال اسمع عندي أنا عندي أنا ليك أنا بدي أقول بس شغلي أنا هون ما بدي أكون مشحف وفي عالم فضلين علي ومشتغلين معي أستاذ رياض العلي أول مرة بشتغل معه بدي أتشكره كتير من القلب الغنية كتير حلوة ومتفائل كتير فيها كمان بالخير مثلها مثل كل الإخوات اللي بالألبوم فأنا بدي أتشكر أستاذ رياض العلي ومحمد عيسى مفزع معي مفزع يعني بالغنى عن بدك تسمع أنا بدي عندي أنا أو خلص استحي أنا بسمع والله خي تعال نعيد الألبوم كله وشوفي ورانا ونسمع ونعيد اللي بدك يا بس أنه تعال نفوت بعندي أنا عندي أنا ما أنه تشكرنا الشباب يلا خلينا نعيد الألبوم كله يلا نضال من عندك فرد مرة عندي أنا شو سهل علي عندي أنا شو سهل علي غمزة عيني باخد منك شو ما بدي بربع ساعة عندي أنا بتموتي فيي وبتحلمي بكلمة مني عندي أنا شو سهل علي غمزة عيني باخد منك شو ما بدي بربع ساعة وبالحب عينك زهوم علي انت بحبي مستوية ما عندك واحد بالمية ضلطي مناعة يلا مناعة غنية تانية العشق مع وقت بيقل كلمة صدق ما قدرت مني تمل بعدها بترجف ايدي انسلم بعيش بأسمي نفسي لو على اي اساس وسكنتي بقلبي حبك ما اله تاني لو عشت سبع شهور الك من هاد ماني كله كذب
ما حدا بيعشق حدا. انا اخذت هاي الغنيه هلا كنت قبل غير وحده انت هيدي وخلص استحي علي المشاعر فائدة كله كذب ما حدا بيعشق. نضال قال لي استاذ وسام الامير قال لي تقول لك كلمه تحت الهوا. يا قمر انزال على هالارض كرمال تسال لحالك سؤال من هي الاجمل منك. يا قمر انزال على الأرض كرمال تسأل لحالك سؤال من هي الأجمل منك. بكت لك ما حلك رح تعطيها وبدك تاخد رضاي تتلاقيها. هلأ شوف حدي ومخبي رصفي ليك مسيحية بربك حدا قدي بيحبك. حتى القمر على الأرض بنزلك بربك حدا قدي بيحبك عن محل وجبرت ويتنازلك بربك حدا قدي بيحبك بيحبك. حتى القمر على الأرض بنزلك بربك حدا قدي بيحبك عن محل وجبرت ويتنازلك. ايه غني لي ضروح حبك عم يلغي شخصيتي كل لحظة بوقتي احتليتي بعدك لو حد مريتي بيحمر خدودي. غيري قبلك ما جربتها بطباعك روحي طبعتها تعيدي انت منها عشقتها لجدود جدودك. جاوزت حدودك بقلبي جاوزت حدودك صارت حياتي معلقة فيك وبوجودي. تجاوزتي حدودك بقلبي تجاوزتي حدودي صارت حياتي معلقة فيك وبوجودي. بس روح مبروك عليك وعلي عليكي وعليا. انت صرتي مني وفيا قالوا ما في فرحة بتكمل كملت وصرتي بنداية. مبروك عليكي وعليا انت صرتي مني وفيا قالوا ما في فرحة بتكمل كملت وصرتي بنداية. غني جديدة. ندماني بعد ما شفتي شي خيفاني هيدا كله بشي. ندماني بعد ما شفتي خيفاني هيدا كله ماشي. تعباني خسران كل شي وهلا هلا خسرتيني انا خلاص استحي مني المح ما حتصيري مطرح. هلا دوري انا عيش البعد موتي بعد ممنوع نرجع لبعض. ومن قلبي بعطيكي وعد رح انساكي انا خلاص استحي مني المحي ما عاد فيكي تجرحي. هلا حتصيري مطرح هلا دوري انا عيش البعد موتي بعد ممنوع نرجع لبعض. يلا طول اليوم قلبي بعطيكي وعد رح انساكي انا. برافو علاء. علاء مرعي عم بقول هاي احلى وحده في قبول ربك. تركتك وحدك تفهمي بلا سرتي انا
عن يلي صار افتكرتي اني بعملها بزعل ما بقبل احملها فكرت نترك ما بقبلها لو مهما صار قولي شو بدك انتي بتموني بدي حبك طول اليوم والله لحطك جوات عيوني وخلي عيني تنسى النوم قولي شو بدك انتي بتموني بدي حبك طول اليوم جوزت حدودك بعد فيه شو حلو بعد شو حلو جوزت حدودي طب شو حلو شو حلو شو حلو الالبوم حلو ياب سلام الله كلنا سوا ياب ما بدي احسب ولا افكر لا بيقدم ولا بيأخر بعد ما حبيت صبتيني بقلبي صبتيني نظرة لعندك جبتيني كيف ما حسيت ما بدي أحسب ولا فكر لا بيقدم ولا بيأخر بعد ما حبيت صبتيني بقلبي صبتيني نظرة لعندك جبتيني كيف ما حسيت شو حلو اتعلق فيك واضعف قدامك شو حلو اني ارضيك وحقق أحلامك شو حلو ألبسك نقيلي خلينا نقول إن هيدا هيت فصل الصيف هلا يعتبر الحفلات من بعدها أكيد مع غنية الأعراس من بعدها ديركت تيجي غنية اللي أنا بحبها أكثر شيء على أي أساس بيرجع من بعدها طول اليوم وعندي أنا من بعدها ديركت يعني كل الألبوم طلع بتحبه لألك وكل الألبوم تعنيك كل الألبوم هيتات يعني أول مرة بشوف ألبوم هالقد كامل متكامل مش قدام نصيب بس هيدا حقيقة تراز ونانسي يعطيكم ألف عافية تراز وكريستال كريستال كريستال مين نانسي مين نانسي قول تاني كده كريستال وتراز يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله يا رب هيك الله يقويكم تضلكم هيك مسيطرين على نصيف لأنه اسم الله عليه من حفلة لحفلة من بلد لبلد من غنية لغنية فيعطيكم ألف عافية ميوزك از ماي لايف كمان يعطيكم ألف عافية غسان شرتوني بوب كمان ووسام كل الشباب اللي عم يهتموا استاذ ادهم بعده معك كمان اكيد استاذي استاذ مروان ادهم انا بوجه له التحيه هلا بدي احكي بدكم تقولوا لي شيء خليني احكي لحكي احكي يلا يلا انا بدي اقول الالبوم اسمه طول اليوم شغلت 3 سنين فانا بدي اتشكر كل العالم اللي اشتغلت قلناهم واحد واحد ان شاء الله يا رب ما اكون نسيت حدا كل حدا اشتغل بالالبوم ان كان كلام ان كان لحن ان كان توزيع ان كان تنفيذ ان كان استوديو بدي اتشكرهم من القلب لو ما مشتغلين من قلبهم انا شايفه كتير حلو ان شاء الله العالم تشوفه احلى واحلى انا متامل كتير على هذا الالبوم بدي اتشكرهم بدي لكم كفيت ووفيت وان شاء الله يا رب هيك عقد ما تعبنا سوا نلاقي بدي اتشكر ميوزك از ماي لايف ووتري الشركه اللي انا معها كلهم يعني مثل ما بيقولوا بالمشرمح يقش لفه كل من الباب للاخر مكتب جوا بدي اتشكرهم فردا 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 بدي اقول لك اياهم مصيبه فانا بدي اتشكرهم قاط هيك جمع لما يعني هيك فينا نحدد اذا بدك مثلا لا لا. ما بدي احدد غير انه الصبايا هون وطبعا اكيد يعني الحبيب غسان شرتوني بوب وسام كمان كتار البايدون اشتغلوا من قلبهم بحبوا الشغل اللي عم نشتغله من القلب واثقين فيني مأمنين انه احنا رح ننجح وعلى طريق النجاح الاستاذ مروان ادهم من الاشخاص اللي من وقت ما بلشت لهلا مرافقني وكمان له ايد بالالبوم ودائما انا بستشيره بعدد كبير من الاغاني اذا مش كلهم ما بدي انسى حدا اهلي يعني الماما والبابا ونانسي وانس اخواتي بتشكرهم لانه متحملين خلينا نقول غيابي عنهم وبعدي عنهم ومتحملين الشغل تبعي وبيصلوا لي وبيدعوا لي ودائما انا بستشيرهم بكل شيء كل عالم لحبه
بتشكر الفانز اللي المحبين اللي نطروا وصلنا. انا خلينا نقول عم نزل اعمال خلال السنين بس انا مقل بالنسبه لهم بالنسبه لمحبتهم. ان شاء الله يلاقوا هذا الشغل على عدد الانتظار او الفتره اللي نطروني فيها. صدقوني انا طولت ايه بس في نوعيه ان شاء الله يا رب تكون تليق بهذا بهي النطره. كل العالم بدي اتشكركم لكم رجاء، بدي اتشكرك رودولف، بدي اتشكر نضال، بدي اتشكر صوت الغد. يعني بيتك نحنا اكيد نحنا بلشنا معكم الالبوم، ان شاء الله يا رب يكون فاتحه خير على وجهكم الطيبه هيك ومحبتكم واصلتني. ودائما بحب ضلني يكون هيك بجو في محبه، فانا بتشكركم لانه دائما بتخلوني احس بهالشيء. وثانك يو للكل، ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب ما اكون نسيت حدا، واذا نسيت حدا صدقني من قلبي انا ما كثير بعرف احكي بس من قلبي بتشكرك يا هالحدا المنتسى. ما بتخيل نسيت، بس انه اذا نسيت انا من قلبي انا بدي احملك بس تحية وحده نصيف لست الوالده، بدي اقول لها الله يا رب يخلي لك اياك ويخلي لها اخواتك وتفرح فيكم اكثر واكثر. لا وتعرف قديش بتحبك. ما انا بقى انا بحبك كثير لان انت قايل لي انه بتحبنا، فبتوجه لها تحيه كثير. ما صورناها معكم يا زلمه، لازم نصورها معكم. وينها هي؟ بس تجي هالمرة نحن بتعرف انه هي شافتنا كنا عم نقدم حفل بحلب. نعم حلب صح؟ نعم. وكانت موجودة اصلا هي بهيدا الحفلة اللي كنا عم نقدمه انا وياك، ونصيف كان بعد ما بلش، ووقتها قلت له نصيف انه هول الشباب بحبهم كانت تحضرنا قبل. فنحن بنحييها من قلبنا، الله يطول بعمرك. وبحب اقول لك انه الله جبر بخاطرك وشفتي عندك ببيتك نجم من اهم نجوم بالوطن العربي. فنحن حلقتنا لليوم هي الحلقه الاولى بالموسم الجديد من برنامجنا بخصوص هالشيء. طول اليوم عنوان البوم نصيف زيتون. نحن على طول السنين ان شاء الله رح نضلنا نحن وياكم ورح نضلنا نقدم لكم اجمل الحلقات واجمل الـ يمكن المحبة هي أهم شيء اللي نحن ممكن نقدم لكم إياها. أنطونيو إبراهيم يعطيك ألف عافية، شكرا كثير لك صديق الفنانين. أنطونيو 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 حبيبي أنا مش عم بلا شايفة هو الحدا المنتسى أنطونيو حبيبي تسلم لي. أنا بعتها ليك حدا بوشك طلع بدك تخجل. أنا بستأسف يعني أنا آسف كثير، وأنت خيي وحبيبي وصديق صديق الفنانين كلهم وبتشكرك أكيد. لك يعطيك ألف عافية أنطونيو. نضال معتوق على الإخراج وعلى دايما بس يكون بحدنا بوجنا شخص هالقد عنده طاقة إيجابية، دايما نحن بنقدم أحلى ما عنا. مين هيدا اللي عنده طاقة إيجابية؟ نضال. نضال بقلك على... أستاذ بسام هلا بعد تحت الهواء بخبرك. علاء مرعب الزميل والصديق كمان بقلك علاء يعطيك ألف عافية على كل شيء. أنت الشخص المندسع طلعوا اثنين منتسعين. علاء انا اسف خيي انا بعتذر، شكرا لكم جميعا ويا رب بقى ما يطلع واحد الثالث. خلص خليني اذكر المستمعين قبل ما نخدم انه نحن فتنا بالسنه الثامنه عبر صوت الغد وبقي معكم سنين وسنين. فبركونا ونحبركم. باي باي. بخصوص هالشي اعداد وتقديم رودولف هلال ورجا ناصر الدين، تنسيق عام صدي الفنانين انطونيو ابراهيم، اخراج نضال معتوق، انتاج شركة الغد.